اول حاجه كان برايمري 1، ممكن اقول اسمها عادي، انا ما اعرفش هي فين بتعمل ايه في الحياه دلوقتي. كانت بنت اسمها خديجه، بس كانت بتعمل، كانت قمر طبعا، بس كانت بتعمل حاجه غريبه قوي. كانت من الناس اللي هي بتعرف، عارفه تقلب عينيها، عارفين الحاجات دي اللي هي تقوم عامله انا ده. واحنا بقى كنا بنخاف، بس هي البنت احنا بنحبها، بس احنا مش فاهمين ايه اللي بتعمله ده. وكانت تعمل كده، وبعدين فجاه تلاقي حاجه بيضة كده، اندرتيكر وحاجات كده. فكان كل الفصل، انا مثلا بتكلم في 6-7 ولاد، انا منهم، احنا خدي عايزه ايه، حاضر نعمل، حاضر، احنا مش فاهمين بقى ايه اللي بيحصل. وهي كانت بتمانيبيوليتس بقى، واحنا مش فاهمين، احنا اطفال كلنا 6 سنين و7 سنين. واللي هو الواحد لو عرف يقف يتكلم معاها شويه، اوه ده كده، ده كده جامد قوي يعني. اه طبعا. وكذا مره بنفس الطريقه، مش لنفس السبب، لا لنفس الطريقه، نفس الطريقه من البنت. فالطريقه دي عقدتني قوي، فمش هقول هي طبعا، بس الطريقه دي مجرد ما احس ان حد هيقف، لا يعني، بس نفس الطريقه يعني. لا يا ريت مش اوفر، لا يا ريتها اوفر تكست، يا ريتها اوفر تكست. فاكره انت كان في صاروخ اللي هو قالوا صاروخ الصين ده بيلف فوق الارض ومش عارف ايه؟ فبعت رحت صاحبتي قلت لها انت روحتي؟ قالت لي اه. قلت لها امال ليه لسه بيقولوا الصاروخ في الجو؟ فده كان واحد. الثاني كان ان انا سهل جدا الموبايل، فتحت الكونتاكت، ساكني هسجل كونتاكت جديد، وقلت لها ممكن تملي السي في ده ولا الابلكيشن ده، حاجه كده. فده كانوا دول جابوا يعني، اه كانوا حلوين بتاع الموبايل ده يعني. انا استغربت انه جايب اصلا، انا كنت عامله مستني حاجه، لكن استغربت جدا. كان له اوكي يعني، فاهمه كان كده يعني. بس البيك اب لاين بيبقى ايس بريكر شويه، وان انا عايز اعرف دلوقتي. انا بقيت ومش هكسف اقولها، عندي ثقه بنفسي ان انا هروح اتكلم عادي يعني، هروح افتح كونفرسيشن عادي من الاول. انا يوسف يعني، عادي، اللي هو البيزك جدا. لانه بيبقى في الاول ايه ده، هو ده كفايه، هو ده هيمبرسر كفايه، طب اقول حاجه تانية، طب اعمل نفسي جامد. لان الولاد دايما في الاول بيبقوا عايزين يبقوا كل شكل وكل ولد، عشان يشوفهم هي عاجبها اني ناحيه فيا، عشان هي دي اوكي حسبت على دي. فبس دلوقتي بقيت تمام يعني، عادي، بقيت كومفورتبل اكتر. بحس ان كل ما الواحد يبقى كومفورتبل اكتر في شخصيته وفي نفسه وكده، بيعرف يجت تو ذا بوينت، او يجت للحاجه اللي عايزها يعني.